ده. أهم مشهد تم تداوله كمان عشان تشوفوا الناس مش بتقاوم الغش بس المروحة. لجأ أحد الطلاب إلى حيلة هي الأولى من نوعها، حمل مروحة من منزله ودخل بها الامتحان. حسن رمضان تالتة ثانوي، اللجنة بتاعتنا الامتحان العربي ما كانش فيها مراوح خالص، الجو كان حر جدا. طبعا رحت استأذنت من رئيس اللجنة قلت له المراوح، قال لي مش ما عنديش مسؤولية ان هو المراوح. قلت له هجيب مروح من البيت عندي علشان نحطها، علشان احنا داخلين على رمضان صيام كده واحنا مش هنقدر نستحمل ان احنا نمتحن في الصيام الجو حر، فجبت المروحة ورحت ورايح للامتحان. حازم رمضان طالب الثانوية العامة الذي حمل مروحة من منزله ودخل بها الامتحان. يا حازم اهلا بيك. اهلا اهلا استاذ. انت عملت كده ليه وازاي ودخلت بها الامتحان ولا لا؟ ايوه دخلت بها الامتحان وحطيتها جنبك. وجابت لك هوا؟ جابت للجنة كلها هوا. والله طب كويس جدا. جت في دماغك الحيلة دي بقى ازاي يعني؟ هو اول يوم في العربي كان الجو حر وكده، فما كانش مراوح خالص في الفصول، فقلت رحت لرئيس اللجنة، كان راجل محترم جدا ويعني اتكلم معاه كويس، وطلبت منه استأذنته ان احنا مفيش مراوح في الفصل ومحتاجين مراوح وكده. قال فعرضت عليه قلت له هجيب مروحة من عندي من البيت، قال لي ماشي. جيت تاني يوم وخدت المروحة ورحت حاطها في الفصل، والمراقبين رحبوا جدا بالموضوع وبقوا يعني مبسوطين وقالوا لنا يا ريت اللجان كلها تعمل كده عشان كلنا يعني احنا كلنا صايمين طبعا، كل واحد يجيب مروحته وهو جاي يعني يا ريت لان عشان المدرسة ما فيها عجز في المروح، فنحاول نسد العجز ده يعني نعتمد نمشي العمل يعني. هي الطلبة عندها استعداد، لو قالوا لهم من البداية الجو يا جماعة هيبقى جحيم ونار ومفيش انتوا مفيش ولا مروحة خالص ومفيش مراوح، الناس هتقول يلا مش مشكلة يعني. مفيش مروحة خالص في الفصل؟ مفيش مراوح خالص في الفصول، رغم ان في اماكن المراوح، اماكن تعليق المراوح وفي كهرباء، بس مفيش مراوح. طيب عموما يا حازم انت صاحب اهم مشهد في الثانوية العامة هذا العام وربما يعني طيلة السنوات الماضية، لأن الحقيقة المشهد ده يعني أنت مش طريت على قلبك بس وعلى اللجنة كلها كمان، وبالتأكيد ده انعكس عليك بقى وأنت بتحل يعني. يعني ما كانوش مذهولين كده وأنت داخل بيها؟ لا هم رحبوا جدا بالموضوع يعني، رحبوا يعني حاجة كويسة يعني، شايفين انها مبادره كويسه مننا يعني. بدات بنفسي يعني، ما استنيتش مثلا، ما اشتكيتش مثلا قلت لهم انا عايزين مروحه، لا بدات بنفسي بس. ماشي يا حزوم، ينفع تاخد ثلاجه صغيره ولا ما ينفعش؟ لا مش كده، احنا صايمين يعني. احنا في الصيام طبعا، لكن في الايام العاديه نشوف الحكايه دي تنفع ولا لا. حازم بتوجه لك بالشكر، الف شكر. ده صاحب اهم مشهد وده بيعبر يا جماعه عن حاله الجحيم. انا اديتكم تليفون واحد وانا داخل، قال لي انا يعني كنت بتصور